وللحديث عن استمرار اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى وحصار حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، معنا من القدس الدكتور جميل حمامي، أمين سر اللجنة الإسلامية العليا في القدس المحتلة. أهلا بك دكتور جميل. بداية، ماذا يعني لكم عودة المستوطنين وقوات الاحتلال الصهيوني لاقتحام المسجد الأقصى بعد يومين فقط على إقرار الهدنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، نتنياهو وحكومته عندما خرجوا صاغرين أذلاء من قطاع غزة، هم يريدوا أن يظهروا أمام جمهورهم المتطرف أنهم قد حققوا انتصارهم، وبالتالي لا يريد أن يعطوا الفلسطينيين نشوة الانتصار، وبالتالي أقدموا على السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك. هم يعلمون أن الشرارة التي تسببت في الحرب على غزة هي اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك وما حدث في حي الشيخ جراح. يعني نحن لم نكن على يقين وما زلنا على أن اليهود لن يذهبوا بأي اتفاق. هم يريدوا أن يظهروا بمظهر أنهم حققوا إنجازا، وهم على عكس ذلك تماما في هذا الأمر. نعم. نعم دكتور جميل، يعني هذه الانتهاكات الصهيونية التي أشرت إليها من مستوطنين وقوات الاحتلال، إلى أي مدى تضع واشنطن والمجتمع الدولي في موضع الانتقاد والضعف بعد هذا التعاطف منهم مع العدوان الصهيوني؟ يعني واشنطن والاتحاد الأوروبي وأوروبا والرأي العام العالمي كلهم عن قوس واحد، لا يختلفوا في مواقفهم تجاه تأييد الكيان الصهيوني. وهم قد أدركوا تماما على الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتهاون ولا يمكن أن يتنازل عن حقه. مقولة أن الكبار يموتون والصغار يعني ينسون، هذه تحطمت في الأحداث الأخيرة على قطاع غزة. لماذا؟ لأن هذا حق متجذر لكل فلسطيني ولكل فلسطينية، وبالتالي يعني هذه مقولة ثبتت كذبها وثبتت عدم صحتها، أن هذا حق لا يمكن أن يتنازل عنه الفلسطيني. لكن ماذا عن مستقبل الوضع الفلسطيني لا سيما في القدس المحتلة دكتور جميل؟ يعني هل يمكن أن يقف الفلسطينيون في وجه هذه الانتهاكات؟ ماذا أعددتم لها بصيغة أخرى؟ شوف أخي الكريم، الفلسطيني المقدسي في كل أنحاء تواجدهم أثبتوا للعالم أنهم هم رجال المرحلة وهم القادرون على انتزاع حقوقهم. فيعني أنا لست خائف على مستقبل أبناء شعبنا الفلسطيني ولا على مستقبل حقنا، طالما أن هناك أجيال من الشباب المتمرس للدفاع عن حقه والواثق أن حقه يجب أن يعود إليه مهما كلفه من أرواح ومن يعني شهداء ومن جرح البيوت. يعني كل هذه الأمور، من يريد أن ينتصر لابد أن يدفع ثمن هذا النصر ولابد أن يتحمل ما تبعات هذا النصر. يعني نحن على ثقة أننا أصحاب حق. وأن الله لن يضيعنا. دكتور جميل، ماذا باعتقادك على ماذا يستند الاحتلال الصهيوني في هذا التصعيد بعدما لقاه خصوصا من رد المقاومة لا سيما في غزة؟ وأين لجنة متابعة التهدئة مما يحصل في القدس حاليا من انتهاكات وغطرسة صهيونية؟ الكريم، الاحتلال يعتمد على حقه، على منطق القوة، ومنطق القوة دائما في النهاية منطق مهزوم، لأنه يقوم على استعراض العضلات واستخدام القوة، وقد جربوا كل أنواع القوة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني أن يتغير ففشلوا. بالتالي ليس غريبا أن نرى وأن نسمع تبجح هذا الاحتلال وتجبه نتنياهو. نتنياهو يجر شعبه ويجر دولته
دولته بين قوسين إلى الهاوية، لأنه يغلب مصلحته الشخصية ومصلحة أن يفوز بالانتخابات خوفا من المسلمين. الدكتور نكتفي بهذا القدر. دكتور جميل حمامي، أمين سر اللجنة الإسلامية العليا، كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.